بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في الفيديو الثالث، في الفيديو السابق، قمنا الحمد لله بربط PHP مع MySQL والأمور مرت بسلام. الآن ماذا نريد؟ نريد إضافة هذه المعطيات من خلال هذه الواجهة إلى قاعدة البيانات. كما قلنا دائما، أول شيء la chaîne de connexion أو connection string مهمة جدا، المرحلة الأولى، ضروري المراحل الأولى. إذن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أحبائي الكرام، تحضير الأمر أو باز دو لا روكيت. إذن query string، ما يسمى ب query string أو لا روكيت SQL، أو الأمر الذي نود من خلاله التعامل بعض الطرق. ثم تحضير، إذن prepared statement، المرحلة الثالثة. دائما سنتبع هذه المراحل، المرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة هي prepared statements. والمرحلة الرابعة bind parameter، ضروري نتبع هذه الأشياء. نقطة بيند باراميترز. ثم المرحلة الخامسة، لنكون منطقيين إن شاء الله، execute query أو تطبيق الأمر. وعلى يا بسم الله query وعلى يا بسم الله ماذا نريد؟ نريد إضافة موظف جديد. إذا سنكتب متغير نصي سأسميه روكيت أو كويري. ثم سأكتب إن شاء الله الأشياء التالية: insert into employee values البارامترات، البارامتر الأول ثم البارامتر الثاني. إذا البارامتر الأول إكس، ثم فاصلة، بارامتر الثاني إيكغيك. لدي بارامترين. لماذا؟ لأن قاعدة البيانات أمبلويي تحتوي على نيم ونو فقط. على إذا عندي اثنين من البارامترات. إذا سأقوم بتحضير أحد العبارات. إذا statement yes statement تساوي كائن الرابط، وسننادي على الميثود prepared statement. prepared بين قوسين، ثم سنمرر له الروكيت. صحيح الكلام، لو تذكرت جيدا هذه الأشياء. سأذهب إلى حد المشاريع، أرجو تمبلويي. prepare prepare إذن prepare إذن سأتأكد من ذلك. prepared statements ولا لم أتذكر هذه الأشياء. ولا إذن سأذهب إلى الكود فقط. ولا prepared هنا statements إذن. إذا استسمح prepare ثم bind param بالنسبة فوالا. إذا statements سيكون عندي statements فوالا، وسننادي bind param استسمح فوالا bind param b
بيند بارامتر بايند. اذا نشوف هنا احد الكودات بيند بارام بيند ولا بارام بيند بارام بين قوسين وسنمرر له البارامترات التي عندي ولا كنترول سي. اذا يجب ان يحفظ هذا الكود جيدا ولا اذا بيند بارام الاول بارامتر اكس ولا سنعطي احد المتغيرات دولار نيم فاصلة ثم نفس الشيء كنترول سي كنترول في ايغريك ثم متغير اخر اسمه نو ثم سنعطي القيم بالنسبة للنيم فوالا سنعطيها القيم مثلا دياز نيميرو ماذا تساوي كنترول سي تساوي دولار يعني الاشياء التي سنجلبها من هذه الواجهه. لاحظ اذا ذهبنا الى الواجهه اجوتي امبلوي سنجد باننا هذا الحقل سميناه نيم واستعملنا لا ميثود بوست اذا للتعامل مع المعطيات المدخلة داخل حيز ادخال النصوص نستعمل post نيم وبالتالي ajouter employé سيكون عبارة عن فوالا post نعم ثم المتغير اسمه نيم لان هنا تؤشر سميناه نيم الاخر سميناه نو وبالتالي ساقوم ب فيرجول نفس الشيء كنترول سي سأعطيه المتغيرات هذا متغير نو نعم وفي الأخير سأقوم بالتطبيق اكزيكيوت التطبيق. إذا التطبيق ما معنى التطبيق؟ سأذهب إلى ستاتمنت اكزيكيوت إذا المتغير ستات وهنا اكزيكيوت اكزيك فوالا اكزاك بين قوسين فوالا. اذا ساتاكد من الكود البرمجي اكزيكيوت ستاتمنت اكزيكيوت يجب ان احفظ هذه الاشياء جيدا ستاتمنت اكزيكيوت فوالا. اذا ماشي اكزاك ساستعمل اكزيكيوت نعم. اذا لأجرب ذلك إن شاء الله يا رب يسر الأمور. إذا سأقوم هنا ب وإن مرت الأشياء بسلام سأكتب مثلا الحمد لله ولا انسرسد انسرسد إن داتابيز. إذا مجرد إذا كان هذا الكود البرمجي إذا اشتغل هذا الكود البرمجي جيدا إذا اشتغل هذا الكود البرمجي جيدا الحمد لله سنقوم فقط بنقل الأشياء بالنسبة للسحب بالنسبة للديليت بالنسبة للأبديت بالنسبة للشيرش فقط يجب أن يشتغل هذا الكود. يا بسم الله على بركة الله سنذهب إلى التطبيق أحبائي الكرام نعم ولا أرجع لي هنا الرجوع إلى البرمجية الشمال يا بسم الله الموظف رقم واحد وأحسن الأسماء محمد إضافة أجوتي نمرة لماذا؟ لأننا لم نقم بأكسيون سنذهب هنا إلى أكسيون لاحظ أكسيون كنا استعملنا نعم اكسيون كنا استعملنا تس ولكن في هذا الاكسيون يجب ان استعمل ليس تس ولكن هذا الملف اجوتي employee.php. اذا ساكتب اجوتي
فوالا امبلويي بون بي اتش بي. اذا هذا هو الكود اكسيون. اين توجد الاكسيون؟ توجد داخل اذا هذه الواجهه اجوتي امبلويي اتش تي ام ال. الاكسيون يكون في اجوتي امبلويي بون بي اتش بي، وبالتالي ساقوم ب ان شاء الله باعاده التجريب. نلاحظ اذا ساذهب هنا الى اجوتي امبلويي اتش تي ام ال، ساضغط على واحد ثم المستعمل محمد ثم اقوم اد امبلوي. اذا اعتقد بان يجب تحيين السيرفر، لا يجب ان نقوم ب اذا لاحظ سنقوم بجلب الملفات ثم اجوتي امبلوي الشمال ثم واحد ثم محمد على ثم الضغط على اج امبلوي. هنا تيست، دائما اذهب الى تيست. الغريب لا اريد ان اذهب الى تيست، اذا يجب ان اسجل العمل. اذا اجوتي employee.php. بالتالي كنترول اس كنترول اس. اذا اشكالات عاديه جدا، اذا اشكالات عاديه لا داعي لي ولا لا داعي لاي شيء. اذا ساقوم حتى ب ان شاء الله ب التخلص من هذه الاشياء. ساذهب الى الخادم جديد، نعم ولا ساقوم بكتابة الموقع راديو بي اش بي ماي اس كيو ال عادية. بسم الله هنا اجوتي امبلوي، لا سيس باج ني با ديسپونيبل. اجوتي امبلوي اش ام ال، ثم سأمرر له هذه الأشياء. إذا هناك الحمد لله خطأ، الحمد لله أصبحنا نتوفر على، لاحظ أصبحنا نتوفر على أجوتي أمبلوي بون بي اتش بي. هناك خطأ في أجوتي أمبلوي بي اتش بي، مزيان الحمد لله. إذن أجوتي إذا بي اتش بي أحد الأخطاء. statements dot execute بين قوسين insert into employee values x y. خطأ هنا، خاصة فاصلة منقوطة، فاصلة منقوطة. هناك من يضحك بالنسبة للفاصلة منقوطة، بالإنجليزية سيمي كولون، بالفرنساوية بوان فيغول، ولكن يجب أن نشرح كل شيء بالعربية. جميل جدا. فوالا اذا سنقوم بالذهاب مره اخرى والمحاوله. لا للياس، اذا سنذهب هنا يا بسم الله اد. هناك انتجر فاريو محمد فور كولوم نيم ات رو 1. إذا لاحظ بأننا عندنا إشكال، لم أكتب فارشار عندما خلقت النو، وبالتالي سأذهب هنا لماذا؟ لإصلاح خطأ. إذا سأذهب هنا ولا سأذهب إلى بي اتش بي ماي أدمين. اش بي ادمين هنا. لاحظ عندما ذهبنا هنا راديو اس كيو ال، يعني انواع عباره عن انت فار شار نيم، يعني اشياء يعني سليمه جدا. ستركتشر نيم ثم نون فار شار. فوالا
الحمد لله. إذا سنتأكد من طبيعة الخطأ. كوريكسيون voilà. Incorrect integer value محمد for column num are true. يعني هناك خطأ. voilà. سنذهب هنا إلى البرمجية. x num ثم y non نيم دبلة تراجم هنا نو فوالا. اذا هنا الخطأ نو 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 كوبي كولي حذاري من كوبي كولي. إذن الحمد لله. اذا سنعاود انسرت ان داتابيز. سنتأكد الان سنتأكد من الاشياء. واحد سنذهب الى امبلويي وسنجد واحد محمد. إذا الحمد لله الأمور مرت بسلام. إذا سأحتفظ بهذا الكود الجميل الذي الذي استطعنا كتابته. عندما أقوم ببرمجة ديليت سأنقل هذا الكود فقط وأقوم بتغيير لاروكيت أو تغيير الكويري باستعمال ديليت. عندما أريد أن أبرمج تغيير أكتب هنا ديليت. عندما أريد أن أقوم بالبحث سأكتب سيلكت. يعني هذا الكود سأحتفظ به وأبدل فقط البارامترات. إذا شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء في الفيديو المقبل حيث سنعالج كيفية حذف المعطيات. شكرا لكم وإلى اللقاء.